اولا الموضوع اللي مطروح للنقاش اليوم داخل المقر ديال الحزب الشراكي الموحد واللي غادي يشاركوا فيه واحد العدد ديال الاساتذه والباحثين بالغ الاهميه. يعني كنحاولوا يعني نحللوا الظاهره ديال الاحتجاجات والحركات الشعبيه او الحركات الاجتماعيه واللي في الحقيقه ماشي ظهرات غير بعد الجائحه ديال كورونا، ولكن بعد الجائحه ديال كورونا غادي تاخذ واحد الاشكال مختلفه، لانه الحركات الاجتماعيه عرفتها بلادنا منذ عقود مع التطبيق ديال السياسات ديال التقشف اللي طبقتها الدوله على اثر يعني الاملاءات ديال المؤسسات الماليه وعلى راسها صندوق النقد الدولي، واللي المغاربه خرجوا انتفضوا لانه تعتبروا بانه الاوضاع عموما لا تلائم العيش الكريم، لا من ناحيه احترام الحقوق والحريات ولا من ناحيه يعني القدره الشرائيه ولا من ناحيه الولوج للخدمات الاجتماعيه اللي التراجع ديالها مستمر. اليوم اللي بغينا نعرفه هو انه في ظل يعني واحد سيطرة عالمية ديال الدوائر المالية وديال هاد الغطرسة العالمية وحتى غياب الأخلاق والكيل بمكيالين، كيف تتعامل الدول؟ واش الدول مازال عندها استقلالية ديالها؟ مازال عندها جانب من السيادة كيسمح لها بأنها تكون مستقلة في بعض قراراتها، أو أنها أصبحت دول خاضعة؟ وإذا أصبحت بالفعل دول خاضعة فما هي أوضاع الأحزاب داخل هذه الدول؟ الأحزاب أضعفت، يعني كاين أحزاب ضعيفة أصلا وهي يعني خلقت من أجل تطبيق التوجهات العامة للدولة العميقة اللي هي تحت السيطرة ديال الدوائر المالية العالمية. ولكن كاين أحزاب مناضلة، هذه الأحزاب المناضلة عانت الأمرين من يعني عقود ديال الاضطهاد وديال يعني خرق الحقوق والحريات اللي سميناها حنايا سنوات الجمر والرصاص، ولكن رغم ذلك هذه الأحزاب مازال كتحاول أنها تلعب الدور ديال المعارضة وتلعب الدور ديال المؤطرة للجماهير الشعبية المنتفضة ضد الأوضاع. ولكن واش هذا الدور بقى كتلعبه ولا أنها اليوم أصبحت متجاوزة من قبل هذه الاشكال المتنوعه ديال الحركات الاجتماعيه اللي عرفناها يعني خصوصا في هذه الالفيه هذه مع حركه 20 فبراير اللي هي انطلقت بالموازاه مع الحراك العربي والمغاربي، ومن بعد منها الحراك ديال الجراده، من بعد منها الحراك الشعبي ديال الريف، من بعد تنسيقيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد والاطباء الممرضين مسيرات العطش، اشكال متنوعه من الاحتجاجات المقاطعه اللي هي عرفت مراحل متعدده واللي استغلت واحد المعطى اللي هو جديد في هذا القرن هذا اللي هو ديال شبكات التواصل الاجتماعي، واللي فتحت مجال لبروز أشكال متعددة من الاحتجاجات. اليوم احنا السؤال المحوري هو كيفاش أنه هذه الاحتجاجات الشعبية اللي هي واخا مضطهدة ويعني وعانت ووجهت بالمقاربة الأمنية والقمعية ولكنها لا زالت مستمرة بأشكال متعددة ومتجددة في كل مرة، كيف يمكن يعني هذه الأحزاب اللي هي بقى أحزاب جادة وتؤمن بالتغيير الديمقراطي الشامل، كيف يمكن أن تتعاون وأن تتضامن وأن تخلق جسور مع هذه الحركات الاجتماعية باش دير واحد الفعل اللي هو فعال باش يعطينا سلطة مضادة ويغير موازين القوى وفي نفس الوقت يخرجنا من التصحر النظري ويجعلنا قادرين باش نخلقوا الجديد وان نبدع الجديد كما جرى في امريكا اللاتينيه مع ثورات المواطنه، كما جرى مع حركه بوديموس وسيريزا اللي خصها هي تحليل وكذا، كما جرى مع سترات الصفر. يعني الشعب لا يريد الاستسلام امام هذه الغطرسه النيوليبراليه التي وسعت دائره الفقر ووسعت الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. وهنا اليوم يعني كيف قال ميشيل فوكو يجب ان ندافع عن الشعب، وكيف ندافع عن الشعب اذا كنا ضعاف وكنا مفرقين؟ اذا خصنا نفكروا في واحد الجبهه شعبيه نضاليه اللي غادي تكون قادره باش تتفق على القضايا الاساسيه والمركزيه، وفي المركز ديال هذه الجبهه كتكون الحركات الاجتماعيه.